الفصل اللي هو قبل الأخير طبعا، الكلام على المحكم والمتشابه. الكلام على المحكم والمتشابه، هل المتشابه معلوم المعنى أم لا؟ هذه قاعدة، وكانت هذه القاعدة مطروحة بصيغة السؤال، لأن المسألة فيها إيه؟ خلاف، وخلاف عظيم بين العلماء في أقوال ثلاثة. الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة في الصحيحين في قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالت عائشة قال الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الذي نعيش فيه الآن، هذا الذي نعيش فيه الآن كالبحيري والطنطاوي والحمراوي والصفراوي يعني نتكلم على النسب يعني، ها، حليب ميزو، يعني كهؤلاء كل هذا يتبعون ما تشابه من القول، يتبعون ما تشابه في هذا الباب. ولذلك يعني الله تعالى يكفر أقواما وتكذبون الله وتأتون بآيات من المتشابه لتلبسوا على الناس. إن الذين أمنوا والذين هادوا نصارى صابين من آمن بالله واليوم الآخر، ولازم تسب العينه من آمن بالله. نعم يا حبيبي، من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين أنت؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. أين أنت؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. إيش اللي بيحدث هذا؟ إيش تضيع دين الله، الدين بهذه الطريقة؟ ماذا تفعلون بقوله وسلم: والذي نفسي بيده لما يسمع بها يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إيش هذا؟ ماذا تقولون في قوله وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت اليهود؟ معنى ذلك أنهم كلهم إيش؟ لم يؤمنوا، كفروا. سبحان ربي العظيم. عامة هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم الذين يتبعون ما تشابه. والحديث الذي في الصحيحين ايضا عن سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، اهو محكم محكم، والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير. وهذا نص في ان المتشابه معلوم، نص لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال لا يعلمهن الناس، مع ذلك مفهوم مخالفه مقبول. ايش في شويه؟ انت هي جايه معاك على الشويه بس، فاهم؟ هي هذه، لان انت عندك شويه. ممتاز. لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى يعلمهن ايش؟ قليل من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه المساله، مساله المحكم المتشابه، مساله خلافيه بين العلماء في مساله المتشابه. ايش المتشابه؟ اولا نقول في الكتاب كما قال الشنقيطي عالم الاعلام في هذا الزمان، قال: قد ظهر في كتاب ربنا انه وصف كتابه بانه محكم، كله محكم، ووصف كتابه بانه كله ايش؟ بان كتابه كله متشابه. ثم جاءت الآية تفصل بأن فيه المحكم وفيه المتشابه. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، ثم في الصراط. وقال: كتابا متشابها مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم. فإذا محكما متشابها، فما المعنى؟ نقول: نعم، كل الكتاب محكم. محكم يعني إيه؟ محكم في البيان، في الفصاحة، في البلاغة، في الإعجاز، في عدل في الأحكام، صدق في الأخبار. هذا إحكامه، الإحكام في الآي وفي الآيات وفي الأحكام وأيضا في الأخبار. فكل ذلك إحكام محكم متشابه. كل آيات الكتاب يشبه بعضها بعضا في الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز. يبقى هنا متشابه ولا غير متشابه؟ متشابه، متشابه في القوة، في الدلالة، في الحجة، في الإعجاز، في الفصاحة، في البيان، في البلاغ، في البلاغة، هذا متشابه. أما الأصل في الآخر أنه قال: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اختلف العلماء هنا بقى في المتشابهات. فأما الذين آمنوا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا المسألة كلها فاصلة في تفسير المتشابه على الوقف، ليش؟ الوقف اللازم أو المستحب. وما يعلم تأويله إلا الله، قف تفسير المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تفسير آخر للمتشابه. مفهوم؟ المحكم، ما هو المحكم؟ المحكم الذي لا يحتمل غيره. كالآية: حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا هذه تحتمل أمهاتكم، طيب، التي ولدت والأمهات التي ماتت، الاحتمال موجود صح ولا لا؟
لا خلاص انتهى الموضوع، حرمت عليكم امهاتكم الام وما علت. ومن علت مفهوم ولا غير مفهوم؟ محكم ده ولا متشابه؟ ايه المحكم اللي فيه؟ ايوه ايش هو؟ ممتاز يا مدرس الرياضيات، تحريم نكاح الام انتهى. محكم ولا غير محكم؟ محكم صحيح ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة، محكم ولا غير محكم؟ محكم، يعني المحكم الذي لا يحتمل. طيب اما المتشابه هو الذي تعتريه المعاني، له معاني لا ندري الراجح من المرجوح فيها، هذا المتشابه، هذا على بإيجاز، هذا بإيجاز. وقد فسر بعض العلماء المتشابه بأن المتشابه هو الذي لا يعلم، لا يعلمه إلا الله. المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله. بعضهم قال ذلك المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه إيش؟ قالوا الذين يتبعون، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف وقفا لازما، والكلام في السياق على إيش؟ على المتشابه. يبقى إذن المتشابه قال فيه الله جل في علاه لا يعلم تأويله إلا الله، قالوا هذا هو المتشابه اللي استأثر الله بإيه؟ بعلم كإيه؟ كالغيوب، كعلم الغيوب. طيب ممكن نقول يدخل تحت ذلك ما يقول إليه حقيقة الشيء، هذا لا يعلم تأويله إلا الله جل في علاه. فاهمين ولا غير مش فاهمين؟ بمعنى النعيم الذي في الجنة في أحد يعلمه؟ ما هي الأسماء؟ قال ابن عباس ما بين الجنة وبين الدنيا ما هي إلا الإيه؟ الأسماء فقط. يعني موز موز، تفاح تفاح، أنهار أنهار، لكن لا يمكن أن تعلم كفيتها لأن كفيتها غابت، وهي مما استأثر الله بعلمه. لذلك قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفهوم الكلام غير مفهوم؟ إذن ما تقول حقيقة ما يقول حقيقة الأمر إليه هذا مما استأثر الله بعلمه، وهذا هو المتشابه. كما قال الله جل في علاه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ها قد جاءت رسل ربنا بالحق، لا مش نودو، لا دي هذه نودو في الأولى، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هو قال يوم يأتي إيش تأويله، الحقيقة الأمر، ينظرون إلى حقيقة الأمر فيه، قالوا هذا المتشابه. وبعضهم قال لا المتشابه صفات الله، الرحمن عرش استوى متشابه، يد الله فوق أيديهم متشابه، هذا مما استأثر الله بعلمه. وهذا يقوله أهل البدعة والضلالة، يقوله أهل البدعة والضلالة. والحق حتى ننصف لو نظرنا بعين الإنصاف هناك بعض لا تجد مبتدعا ليس معه، لا تجد مبتدعا متمحض الباطل أبدا. ليش يا شطار؟ أنا ما أريد ذلك، قلت ما لا تجد مبتدعا متمحض الباطل. ممتاز، لأنه لو متمحض الباطل كل الناس سيكشفونه، مش المسألة يكون فيها لبس على الناس، والله أراد ابتلاء البشر. تجد واحد يطلع صيحاته الحق معي الحق معي الحق معي، هو معه بعد الحق والباقي إيه؟ باطل. الشيطان لا يمكن أن يزيل الناس بتمحيض الباطل أبدا، لابد أن يغلب باطله ببعض الإيه؟ ببعض الحق. ولذلك لا تتبع خطوات الشيطان، يزين لك الباطل في غلاف إيه؟ الحق. مفهوم؟ لا تمحيط، فبعين الإنصاف معهم بعض الحق. كما قال بقى كريم هنا وين الحق اللي معهم؟ نقول مما استأثر الله بعلمه في الغيب كيفية الصفة، لا معنى الصفة. الرحمن عرش استوى، على العرش استوى، إذا تعدب على يبقى المعنى إيش؟ على وارتفع، على وارتفع وعلى واعتدل سبحانه جل في علاه، إذا صح التعبير على من العلو صحيح، يبقى المعنى في اللغة معلوم، لكن كيف؟ كيف استوى؟ هذا مما استأثر الله بإيه؟ بعلمه، هذا من علم الغيب، هذا من المتشابه وهو الحق. لذلك كثير أحمد بن حنبل والصابوني، كثير من العلماء، من علماء أهل السنة، طبعا ذكرت أحمد بن حنبل للحنابلة أنه إمام أهل السنة والجماعة، وذكرت الصابوني منشرح الصدر الشافعي سلف العقيدة، سلف العقيدة الذي أسس لسلفية العقيدة، هذه يعني نتفاخر كأهل مذهب بمثل هذا الصابوني، وهو يتكلم عن عقيدة السلف في هذا الباب. فيقول أن تمرها بلا كيف، وورد عن أحمد قال تمرها بلا كيف، يقصد بلا كيف إيه؟ بلا كيف معلوم،
إثبات الكيف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه لا يتصور صفة بغير كيف، لكن الكيف غاب عنا، يكون من المتشابه. يبقى الحق في الصفة المعنى معلوم ليس من المتشابه، محكم، وأما الكيف هو متشابه حقا استأثر الله بعلمه. وإذا قلنا بالتعريف الصحيح الوجيز للمتشابه الذي فيه الاحتمالات نقول إيش؟ نقول المثل على ذلك، مثل بعض العلماء لهذا قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لإيه؟ لحافظون. الآية التي نزلت بسبب نزولها عند بعض المفسرين في قول جاء والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قالوا الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أن النصارى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فقالوا له: لما تنكر علينا أن هم بيقولوا إيه؟ شوف انظر الظاهر الكلام، يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، ينكر عليهم أنهم يقولون باسم الأب باسم الابن باسم 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 ثلاثة، يعني لما تنكر علينا وقد تقول أنت في الكتاب الذي جئت به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحن هذه حقا من المتشابه. ليش من المتشابه؟ يعتريها ما اعتريها من المعاني، قد تنزل على إيش؟ المجموعة كما قلت، وتنزل أيضا على الواحد بإيه؟ بتعظيم نفسه، صحيح ولا لا؟ طيب هنا الآن يبقى إذن هو من المتشابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا جاءنا المحكم، جاءنا المحكم. ما هو المحكم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حكم، هو فصل في الخطاب. ولذلك وسلم يقول، قال الله تعالى: يشتبني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. هنا محكم هو الآن، فهما الشيء المتشابه الذي له أكثر من معنى. وهنا يجرنا الأمر إلى أن ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا: المتشابه يعلم ولا ما يعلم؟ معلوم ولا غير معلوم؟ الحق أنه معلوم، الحق أن المتشابه معلوم، لكن لا يعلمه كثير من الناس في الأحكام وفي غير الأحكام. الدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا ليس مني، هذا من ابن عباس قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لذلك الحسن البصري يقول: المتشابه يرد على المحكم فيتبين لك المعنى، فيظهر البيان. رد المتشابه إلى المحكم فيظهر لك البيان، هذا هو. وأيضا قيل في المتشابه هو المتشابه هو حقيقة الأمر، وقد فسرنا ذلك قبل هذا. نعم، ومن السنة، هذا من الكتاب، ومن من السنة جزاك الله خير، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. منطوق المفهوم يعلمهن إيش؟ قليل. من القليل؟ العلماء الراسخون في العلم، العلماء الراسخون في العلم. بهذا يعني يكون الأمر قد انجلى لنا في مسألة المتشابه المحكم المتشابه، وأن الحق عند أهل السنة والجماعة المتشابه معلوم، لكنه ليس لدى كثير من الناس. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.